السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة تالتة؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. كنا المرة اللي فاتت وقفنا لما أخذنا ازاي نكشف عن البروتين باستخدام صبغة البروموفينول بلو. النهاردة إن شاء الله هناخد عن طريقة الكشف عن الكربوهيدرات. السكريات أنواعها نوعين، أو أنواعها كتير بس يعني تفاصيلها كتير جدا. السكريات تنقسم لأكتر من نوع، أنت هتاخد النهاردة بإذن الله نوعين عشان هي تفاصيلها كتير، فعشان نسهل عليك يعني. النوعين دول اولهم حاجه، احنا دلوقتي لو جينا قلنا دي الكربوهيدرات اهي، كربوهيدرات انت هتاخد منهم نوعين بس، النيوترال والنوع التاني اسمه اسيدك. اسيدك يبقى نيوترال المتعادله والاسيدك الحامضيه. تعالوا بقى ناخد أول واحدة النيوترال، ودي هندردش فيها شوية. أول صبغة بتكشف عن النيوترال هي صبغة اسمها الـ PAS أو الـ Per Iodic Acid Chef Reagent. Per Iodic Acid Chef Reagent، يبقى دلوقتي إحنا بنتكلم عن النيوترال بس. تعالوا نشوف الموضوع ده، يبقى أنا دلوقتي بتكلم عن النيوترال. الصبغة اللي هستخدمها هي نكتب الكي بتاع الصبغة اهو، ستين تحته ايم، بعد كده سيكشن. الستين اسمها بير ايوديك اسيد شيف ري ايجنت، ونعمل فاصل بين البير ايوديك اسيد وبين شيف ري ايجنت. الايم ديمونستريشن of neutral mucopolysaccharides. اللي هي neutral carbohydrate، neutral mucopolysaccharides. طيب السكشنز اللي هناخدها، سكشن في الليفر of mammals و سكشن قطاع عرضي ان اليوم اوف ماملز وقطاع عرضي في لفائفي ضفدعة. يبقى انا عندي كده ثلاث قطاعات. طيب الكالر بتاعها اسمه بيربل كالر، ده الكي بتاع الصبغة. تعالوا بقى نشوف طريقة عمل الصبغة دي، أو نقدر نقول مش طريقة عمل الصبغة، نقدر نقول الميكانيزم، وده أول ميكانيزم هناخده معانا بإذن الله الترم ده. أول حاجة الميكانيزم بتاعي بينقسم لثلاث خطوات، أول خطوة فيهم اسمها preparation of chef reagent او تحضير معامل شيف، وده عباره عن ايه؟ الفوكسين، فوكسين بلس صوديوم ميتا باي سلفيت Na2SO4. لحظه امسح الحته دي، Na2SO4 مع بعض بيديك الفوكسين Fu كمتراكب واحد، و SA2H الكل 2. هتقول ال H دي جت منين؟ هقول لك ان المعادله دي كلها يعني يعتبر اخر معادله في ميكانيزم كبير، فاحنا اختصرناها في خطوه واحده. بعد كده رقم 2 اسمها الاوكسيديشن اوف شوجر او اوف كربوهيدرات. ادي السكر الخماسي بتاعنا اهو CH2OH، وهنا كده بالطريقه دي اهو، وادي ال OH وادي ال OH وادي اتنين كمان اهو ال OH هنا وهنا ال
ال OH دي. باجي هنا بعمل أكسدة بالبير أيوديك أسيد HIO4، وده عامل مؤكسد اوكسيدايزنج ايجنت، بس عامل مؤكسد ضعيف. وركز قوي على كلمه ضعيف، لان لو عامل المؤكسد بقى متوسط او بقى قوي، اختلفت المعادله كليا ودخلنا في صبغه تاني، يبقى اوكسيدايزنج ايجنت بس ويك. هيديني ايه بقى الناتج اهو؟ وادي الـ OH بتاعتي، وادي الـ OH هنا. ايه اللي حصل بقى؟ الرابطة دي اتكسرت، الرابطة دي اتكسرت. واداني المركب ده داي الدهايد. المركب ده اسمه داي الدهايد، ده ليه؟ عشان هنا في مجموعة الدهيد وهنا في مجموعة الدهيد اهي. رقم ثلاثة، الصبغة بقى، خطوة الصبغة دي بعمل فيها ايه؟ باخد نفس المركب ده زائد الناتج ده، يبقى انا واخد الناتج بتاع العملية رقم واحد والناتج بتاع العملية رقم اتنين اهو. Fu SO2 H كل 2، كل ده انا دلوقتي خلاص بدأت في خطوة رقم ثلاثة اهي. يبقى دي من اول هنا كده الخطوة رقم ثلاثة، من اول الحتة دي اهو خطوة رقم ثلاثة، عشان يديني ايه الناتج مع بعض في الآخر؟ هيديني المركب ده، ادي الـ O CH2 OH، وادي الـ OH، وادي الـ OH، وهنا C زي ما هي وهنا C زي ما هي. ايه اللي اختلف بقى؟ هنا رجعت OH تاني وتحت H، وهنا OH تاني وفوق اتش، بس دخل هنا ذرة السلفر الكبريت، ودي كانت هنا رباعية بقت سداسية، وهنا نفس الكلام سلفر سلفر، وفي النص دخل الاف يو. المركب ده كله كده اسمه بيربل كومباوند، هو ده المسؤول عن اللون الوردي اللي بيديني في الصبغة. لما هنيجي نرسم القطاع هنرسمه ازاي بقى؟ ده كده الميكانيزم، يعني دلوقتي عندي اول خطوه البريبريشن بتاعت شيف عملناها، ثاني خطوه الاوكسيديشن، ثالث خطوه ان انا اللي هي خطوه الديمونستريشن بقى، ببدا اضيف الناتج ده على الناتج ده وبيديني المركب الاخير. طيب دلوقتي لما هاجي ارسم القطاع ده هرسمه ازاي؟ هلون القطاع كله باللون الفوشيا، كله بالفوشيا، تمام؟ اهو بالطريقة دي، وهحدد مكان النواة، وبعد ما حددت مكان النواة هسيبه فاضي زي البروموفينول، وهلون الباقي كله بنفس الطريقة. طيب دلوقتي لو أنا عندي جبلة سيل، أدي جبلة سيل رسمتها كده، هلونها كلها بالطريقة دي، هلون الجبلة سيل كلها بالطريقة دي. طيب تعالوا نشوفوا اللون اللي هنرسم بيه، دي علبة الألوان بتاعتك، دي علبة الألوان أهي. اللون رقم كام بقى اللي احنا عايزينه؟ اللون ده، اللون عد 1 2 3 4 5، احنا عايزين اللون رقم 6 اللي في النص ده، اللي في النص هو ده اللون اللي احنا محتاجينه. انا عايز اكبر لك الصورة، هو للأسف يعني الصورة مش راضية تكبر مش عارف ليه، بس خلاص احنا عايزين اللون ده اللي هو اللون الفوشيا، تمام كده. دي كده اول صبغة، قلنا خلاص يبقى هنرسم كل حاجة باللون البيربل اللي معانا، كل حاجة باللون البيربل ده، والأنوية هنسيب مكانها فاضي في الثلاث قطاعات. بالنسبة للقطاع بتاع الليفر احنا هو خلايا عديدة الأضلاع، هنحدد مكان النواة فاضي ونلون الباقي كله بنفس الطريقة بالشكل ده.
تمام كده؟ دي أول صبغة معانا. تعالوا نشوف الصبغة رقم 2. بالنسبة للصبغة رقم 2 دي نظامها إيه بقى؟ الصبغة دي إحنا قلنا عندنا نوعين، النيوترال والأسيديك. دي بقى المسؤولة عن صباغة الأسيديك كربوهيدراتس أو الأسيديك ميوكوبولي ساكرايتس، وده هنكشف عنه. الصبغة دي اسمها الألسيان بلو، ألسيان بلو أو ألشيان بلو. الكي بتاعها أهو ستين ألشيان بلو. طيب الإيم بتاعها demonstration of acidic muco poly saccharide. acidic muco poly saccharides دي الايه. رقم ثلاثة عندنا sections، وهنا هناخد قطاعين بس. هناخد الاليوم of toad، وهناخد الاليوم اوف مامالز. احنا حتى الان تقريبا مفيش قطاعات جديده خالص، كلنا شغالين بيهم نفس القطاعين من اول الترم. الكالر اللي معايا، ركز معايا في موضوع الكالر. الكالر اسمه بلوش جرين كالر. ده لما هاجي ارسمه هرسمه ازاي؟ هنرسم كل الخلايا باللون الاخضر الفاتح. تعالوا نجيب اللون بتاعنا تاني اهو. هنرسم كل الخلايا باللون الاخضر ده اهو. هنرسم كل الخلايا باللون الاخضر ده، بعد كده نعيد عليه باللون اللبني، تمام كده؟ فهيديني اخضر الى حد ما فاتح شويه، يبقى هرسم باللون الاخضر ده، بعد كده عليه باللبني. بعد كده هاجي في الخلايا الكأسيه. الخلايا الكأسيه الافراز بتاعها هيترسم باللون الازرق، هيترسم باللون الازرق. ومش هنرسم اي انويه، مش هنرسم اي انويه. الصبغه دي مفيش فيها ميكانيزم، مفيش فيها ميكانيزم خالص. يعني انا كده حاولت اختصر قدر الامكان. يعني انا دلوقتي لما هنيجي نرسم هنا مثلا سي اللون الاخضر اهو، اللون الاخضر اهو، تمام؟ وهاجي بعد كده باللون الازرق الفاتح هعيد عليه بالطريقه دي، بحيث ان يديني ميكس بين اللونين. والانويه لا، انا مش هرسم انويه، وده كله كده هيترسم وهيتساب فاضي، هيتساب فاضي. خلاص انا رسمت الخلية، هحدد مكان النواة بنفس الطريقة باللونين دول، وهعمل ده كله هلونه برضو بالأخضر واللبني دول مع بعض، وهسيب مكان النواة فاضي، أخضر في لبني مع بعض. طيب بالنسبة للجملة سيل بعملها ازاي؟ بنفس الطريقة، بس ايه اللي بيزيد بقى؟ اهو ادي الجملة سيل كده رسمتها وعدت عليها باللون بتاعي اهو. الافراز بتاعها بقى لما باجي ارسمه برسمه كده على هيئة نقط باللون الازرق الغامق، ازرق غامق بقى، مش الفاتح اللبني اللي كنت بلون بيه، لا ازرق غامق. جملة سلي بالطريقة دي كده، تمام؟ يعني اتمنى اكون وضحت النقطه دي. طيب ليه هنا ازرق غامق؟ الالشيم بلو بتتبع مجموعه من الصبغات اسمها الميتا كروماتيك دايز. ميتا دي معلومه مش عليك يعني، بس زياده خير كده. ميتا كروماتيك دايز، الميتا كروماتيك دايز دي اللون بتاع الصبغه الاساسي، اللون الاساسي بيختلف عن لون الصبغه بعد التفاعل. يعني لون الصبغه اصلا في الالشيم بلو اخضر، بعد التفاعل بيديني لون ازرق. طب هنا ما اتفاعلش قوي فبيديني يعني يعتبر اخضر فاتح بين الاخضر والازرق، لكن لما اتفاعل مع الكربوهيدرات اللي طالعه من الجوبلت سيلز خلاص اداني اللون الازرق بتاع الالشين بلو، تمام كده؟ يعني اتمنى ان شاء الله سكشن النهارده يكون واضح. ادي اللون الفوشيا اللي احنا قلنا عليه بتاع البي اي اس، وادي اللونين التانيين دول بتوع الالشين بلو، وده بتاع اللون بتاع الافراز، تمام كده؟